انا معايا خبر مهم قوي يا استاذ عصام. اتفضل يا فندم. الكابتن محمود الخطيب بيشكر وزارة الرياضة والقيادات الأمنية ويوضح بعض النقاط. الخبر طويل جدا، فاحنا هنحاول بقدر المستطاع نقرا بعض النقاط فيه. عبر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي في تصريحات خاصه اليوم عن خالص شكره وتقديره للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وبعض القيادات الامنيه رفيعه المستوى زي ما اتكلمنا في بدايه الحلقه لتشريفهم منزله وبذل الكثير من الجهد والوقت لايجاد حلول التداعيات لتداعيات تأجيل لمباراة القمة. وقال إنه ممتن لحضور واهتمام وزير الرياضة والقيادات الأمنية وحرصهم على المصلحة العامة وتقديرهم للنادي الأهلي ولتوضيح الصورة والكشف عن الكثير من الكواليس الخاصة بتأجيل مباراة القمة بعيدا عن المغالطات التي ترددت في بعض وسائل الإعلام، وده برضو نوهنا فيه أو نوهنا عليه، وأنه تفهم الموقف ومعه أعضاء المجلس الذين تواجدوا في الاجتماع المشار إليه ورحبوا كالعادة بإعلاء مصلحة الوطن والتأكيد على احترام الرؤية الأمنية حسبما أشار الأهلي في بيانه قبل ايام. كما رحب مجلس الاداره والكلام لا يزال على لسان الكابتن الخطيب بالاقتراح المطروح من قبل السيد وزير الشباب والرياضه في ضوء المناقشات التي جرت وتغيرت معها المعطيات الخاصه بقرار الاهلي السابق والمدون في بيانه بعدم خوض اي مباراه في بطوله الدوري قبل اقامه لقاء القمه، واضاف انه كان هناك تقدير من جانب النادي الاهلي لمصلحه البلد اولا ولزوال الاسباب التي ترتب عليها موقف النادي وما جاء في بيانه الاخير، وتضمن الحل المقترح في نهايه الاجتماع تاجيل مباريات الدوري الى ما بعد بطوله الامم الافريقيه تحت 23 سنه، وان يجري السيد وزير الشباب والرياضه مشاورات مع الجهات الامنيه واللجنه المؤقته لاتحاد الكره لتحديد موعد مناسب امنيا لاقامه مباراه القمه والتنسيق مع الناديين. في ضوء ذلك اعلن اتحاد الكره موعدا مبدئيا لمباراه الاهلي والزمالك دون تحديد تاريخ اقامه اللقاء، موعد مبدئي دون تحديد تاريخ اقامه اللقاء والملعب الذي سيقام عليه. دي امور مهمه قوي. انا قلت لحضرتك ان هم حطوا في البيان ان بعد الدور الاول، وده مش صحيح. فيعني كلها امور مهمه وواضح بعض النقاط من هذه او من هذا الخبر بالتحديد. النقاط الرؤيه الامنيه لها احترامها وهيبتها. لم يكن من المنطق ان يتم الاعلان عن تاجيل مباراه في منتصف الليل، لان لازم يا جماعه اذكر الحاجات دي من ضمن النقاط اللي قالها الكابتن محمود الخطيب. واحد، الرؤيه الامنيه لا احترامها وهيبتها، ده شيء مفروغ منه. لم يكن من المنطق اعلان او يتم اعلان عن تاجيل مباراه في منتصف الليل. لابد ان يحرص اتحاد الكره على ثبات مواعيد جدول المسابقه. نتمنى عند تحديد موعد نهائي لاقامه مباراه القمه ومناسب امنيا في ضوء المشاورات المتفق عليها ان يكون هناك تنسيق مبكر مع كل الاطراف المعنيه حتى لا يتكرر ما حدث. نتمنى ان يقوم اتحاد الكره بمساعده الانديه. لابد من دعم الحكام المصريين ومحاوله تطبيق تقنيه الفار. بعض الامور وبعض النقاط المهمه اللي اكيد حضراتكم هتقروها طبعا. انا عايز اخد تعليق من حضرتك يا استاذ عصام لان ده توضيح مهم قوي. بقول لحضرتك هذا هو دور النادي الاهلي، هذا هو دور محمود الخطيب شفاه الله وعافاه، ويا رب يجعل كل يعني تعبه وجهده وتحمله واحتضانه لجماهير الاهلي قبل جمعيته في ميزان حسناته، لان هذا الوطن مش عشان الاهلي، عشان هذا الوطن. صح. ومن ثم احنا قلنا لو كنا بنحترم الناس هنقول الكلام كله مصداقيه. الان تاكد اللي كنت بكلم حضرتك فيه بالظبط، انه لا وجود لي قلة الخبرة، مش هقول كلام صغار، انك تطلع تقول هو الماتش اصله بعد احنا ايه بقى فكرة الهري دي بعد الدور الاول؟ مين قال لك؟ هاري فعلا. اللي تم الاتفاق عليه ها من الدولة المصرية والنادي الاهلي علامة من علامات الوطنية أكيد العربية أكيد والمصرية والعالمية، انه اتقال الرؤية الامنية بالاتفاق مع المشاركين، اذا كان ماتش اهلي وزمالك او اتحاد اولمبي حتى، ما هو بس مش الاهلي والزمالك، هم رعايا هذا الوطن. ومن ثم هفكرك ب 48 ساعه فاتوا البارسا والريال حين طلب منهم بوضوح شديد اما ان تحددوا قبل 21 اكتوبر الجاري موعدا للقاء الذي اوقفه الامن. بس هناك في مشكله اخرى، لا ده حركه انفصاليه في اقليم عايز يبقى وطن لوحده، ومن ثم هم محرين. لكن اقصد هذا هو تدخل الدوله، لكنها في الاخر عادت لبيان الاهلي او الكابتن محمود الخطيب وهو يعني يعتبر المتحدث في هذا الشأن أكيد نيابه عن المجلس، هو خبر على لسانه يقولوا لنا، هو ده الكلام. صح. ونتفق وبدري، يعني ايه منتصف الليل؟ هو في شغل حاجة في منتصف غريبة الليل وشغل رياضه كمان. ما هي دي اللي اثارت الشكوك زي ما قلت لحضراتكم في بدايه الحلقه، دي من بعض الامور اللي اثارت الشكوك. ده اللي بقول طبيعي جدا الاهلي ياخد قرار يعني. واخيرا تقنيه الفار بالظبط، هو اتكلم يعني فيها مش برضه. عايزين نبقى قساء، لانه طبعا النادي الاهلي من بدري ابتكر فكره التسويق وكذا، ويعي جيدا معنى الاستثمار ومعنى ان الرياضه صناعه اهم مصانعها هو
كرة القدم مصنع عظيم جدا، وبالتالي يا أستاذي الفاضل وعلى مسؤولية العبد لله، راعي واحد من رعاة الكرة المصرية يكفل الفار بطريقة طبعا أو بأخرى طبعا، وتصبح مصر مثل مثيلاتها، خاصة التجربة اتعملت عندنا في أفريقيا. يصحش كده يا جماعة، من ضمن النقاط كمان ضروري تفعيل دور اللجان باتحاد الكرة، خاصة لجنة الانضباط والأخلاق. مش ده دي من مش ضمن ده طلبات الكابتن محمود الخطيب. لماذا حين يرفع لها أي شيء؟ على فكرة هذه اللجان إذا كانوا في اللجنة الخماسية، وأنا دايما هوجه الكلام للسيد عمرو الجنايني لأنه تعهد أنه حين تولى هيخلي مصر زي المنظومة العالمية، وهو رجل كثير الأصفار بحكم عمله يعني، وشايف العالم قدامه ومصر لا تقل، وبالتالي هفكره أنه الفكرة دي ما هياش وليدة الصدفة. في جزئية مهمة قوي أنا عايز بس أكمل موضوع تفعيل دور اللجان وأقرأ النقطة دي بالتفاصيل. قال لك إيه؟ ضرورة تفعيل دور اللجان باتحاد كرة القدم، خاصة لجنة الانضباط والأخلاق، للحفاظ على استقرار المسابقات وإيقاف أي تجاوزات، خاصة وأن النادي الأهلي تقدم بثلاث شكاوي رسمية للجنة أو للجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة. الأولى كانت في عهد مجلس الإدارة السابق للاتحاد، واثنتان عقب تولي اللجنة المؤقتة الحالية المسؤولية، ولا يزال النادي الأهلي ينتظر البت في هذه الشكاوى. يعني عارف لما أقول لك اكتب ورايا، عارف اللجان دي دورها إيه؟ مش البت فيما يصلها، البت فيما تراه صح، عبر أجهزة التقنيات البث والفيديو وكذا، زيها بالظبط زي المسابقات. لجنة المسابقات والعقوبات بتجتمع في كل العالم يا أمير، لأنه مثلا لو أنا اديتك إنذار وكان لازم يبقى كارت احمر، مش هيغيروا يقولوا كارت احمر، لكن هيخلوا العقوبه بدل ماتش 10 مثلا او شد. تفعيل ما هو بث ودور رقابي، والا مش هتتنقى الكره. هو انت عايز تقول لي ان الراجل اللي اوقف بالعنصريه ده حد اشتكاه؟ لا، هم شافوه عرفوا سمعوه بالظبط. شكرا. نحن نطلب حقوق مصريه بحته في تحديث الصناعه دي يا جماعه. طيب، من ضمن النقاط برضو ضرورة قيام اتحاد الكرة باختار الأندية بلائحة الجزاءات التي يستند إليها عند تطبيق أي عقوبات للاطلاع عليها، وإبلاغ كل عناصر اللعبة بها لتجنب أي تجاوز. عارف ليه؟ قبل ما تنقل اتفضل. لأنه ما قيل أنك عليك فقط أن تنفذ ما يأتي إليه، يعني المفترض هواية احتراف دوري مدارس أن أنا بقول لك هتغيب يوم نجيب ولي أمرك، هتغيب يومين هنرفدك طبعا. هو بيقول لك أنا هقول لك أرفدك فأنت تنفذ الرفد، لكن أقول لك البنية بكام والشنكلة بكام مش شغلك. يعني إيه مش شغلي؟ أنا علي عايز أعرف القواعد بالظبط. صح، ده مهم قوي. بيقول لك في نفس الوقت تكون هناك قناعة لدى الجميع بهذه العقوبات حالة صدورها. من ضمن برضو النقاط الهامة بقى قوي، لابد من تكاتف كل الجماهير، ده كلام الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لابد من تكاتف كل الجماهير بمختلف انتماءاتها، وأن تقف خلف المنتخبات الوطنية وتساند الأجهزة الفنية واللاعبين لتحقيق طموحات الكرة المصرية. وكمان قال إيه؟ أثق بأن جماهير الأهلي الوفية سوف تستمر في مساندة فرق النادي الرياضية بكافة المسابقات لمواصلة رحلة الإنجازات والبطولات على كل المستويات، وهذه الجماهير العظيمة تستحق كل الشكر والتحية. أعتقد أن النادي الأهلي ممثلا في الكابتن محمود الخطيب بيعطي للدولة حقوقها الكاملة في أنها سهرانة على أمن الوطن طبعًا ده طبعًا. حتى لو فيه هي صحيح صناعة هامة وصناعة بهجة، وهي أيضا من ضمن ما يمكن أن تستخدمه كقوة ناعمة كرة القدم، لكن خرج ليعطيها حق ويفسر لجماهير الكرة جمعاء المطلوب اللي كنا بنتكلم مع حضرتك فيه كإعلاميين من جيلين مختلفين. يا جماعة في لجان يتم تفعيلها، في فار يبقى لازم يركب، زي كده لما تبقى قاعد في مدينة كبرى ويقول لك أصل عنده كلوب ما عندوش لمبة، يا جماعة إزاي؟ ده أنت لو قلت لشركة يعني أمير لللمض هاتيلي لمبة هتدخلها لك على حسابها حتى للشهرة، واخد بالك؟ وبالتالي يفعل كابتن محمود الخطيب كل طموحات المصريين في صناعة راقية جدا، صناعة أهم عنوان ليها أمن قومي، الناس بهجتها وحلاوتها هي كرة القدم، الحاجة الحلوة اللي المصريين بيستمتعوا بيها. مهما زعلت من كل الأفعال حولك حتى لو من أسرتك، حين تذهب لملعب الكرة بتجد سعادة. شوف الناس بتغضب من مستوى الكرة ازاي ويروحوا على المنتخبات ازاي، صح ولا لا؟ طبعا. ويروحوا على الأندية ازاي، صح أكيد ولا لا؟ أكيد. حتى لو خسرت بطولات القناعة دي لازم تتحول ليقين بناس تيجي تدير بعدالة وبواقعية وبمنطقية يا أمير. طيب،
عايز اخد من حضرتك رساله اخيره لنبذ التعصب، لان ده شيء مهم. وبالمناسبه يا جماعه، احنا حتى واحنا في قناه النادي الاهلي، لو حضراتكم متابعينا وبتلاحظوا كلامنا بيبقى عامل ازاي، في اتجاه دايما نبذ التعصب، بنتكلم على الكل، بالتحديد بتكلم على البرنامج ده، بنتكلم على كل منتهى الاحترام والادب اللي في الدنيا في الحياه، لان احنا فعلا بنحترم ونقدر كل المسؤولين في مصر وكل الجماهير بمختلف انتماءاتها. فبالتالي احنا عايزين ننبذ التعصب خلال الفتره الجايه. يا استاذ عصام، رسالتك ايه؟ شوف، هي حاجه من الاثنين، يا اما اروح باصص للكاميرا وقايل انشا ان هذا الوطن، هي انشا في محل الجد، هذا الوطن يستحق مننا عدم يعني الخروج بمأساويات بسبب تشجيع كره القدم. لكن الحقيقه عايز تنبذ التعصب، قل لرب الاسره الكرويه نفذ القانون. لما تيجي تنبذ الجريمه هتعمل ايه؟ هتنفذ القانون. لن يعيق احد تنفيذ القانون، لن يكون للتعصب مكان في ملاعبنا وشوارعنا إلا بقانون يفعل على الجميع. هذا وبالله التوفيق، ملهاش أي رد تاني يا أستاذ أمين.